بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم على شاشه اون تايم سبورتس. اسعد بصحبتكم مع عمرو الاشقر للتعليق على مباراه الكره الطائره الوديه بين منتخبي مصر والجزائر في اطار المباريات الوديه والتجهيزيه استعدادا لبطوله البحر الابيض المتوسط التي ستقام في وهران في الفتره من 25 يونيو الى 6 يوليو القادم. مباراة اليوم المباراة الثانية، بالأمس لعب الفريقان مع بعض مباراة من 4 أشواط، نجح كل فريق أو كل منتخب في الفوز بشوطين. النهاردة بنلعب المباراة الثانية إن شاء الله. المنتخب الجزائري معسكر في مصر رجال وسيدات، وبيعمل سلسلة من المباريات الودية التجهيزية مع منتخبي مصر للرجال والسيدات. نلعب مع بعض إن شاء الله 4 مباريات. يقود مباراة اليوم تحكيميا حكم اول ياسمين علي عبد العزيز، حكم تاني مشير المفتاح، مسجل ريهام محمد عادل، مساعد مسجل منة هشام، خطوط داليا كمال، زينب يوسف، شروق شحات، آية زكريا. هقول بقى لحضراتكم تشكيل كلا الفريقين او المنتخبين. نبدأ بتشكيل منتخب مصر. ندى معوض رقم 4، ندى وليد حسن 5، ليلى محفوظ 6، نهلة سامح 8، مايا ممدوح 10، علياء هاني 16، دانا شوقي 18، فرحه عباس 21، سابين حسن عابد 24، دانا المرشدي 25، زينه تامر 15، مي غزال 27، 2 ليبرو، ايسل نديم 19، هدير محمد رقم 20. معانا بقى في المنتخب ايه الشامي، ساره امين، مريم مصطفى، ندى وليد علي، ندى حمدي، فريده سعدي. ده تشكيل المنتخب المصري. يقود منتخب مصر مدير فني كابتن احمد فتحي، يعاونه كابتن سيد طه مدرب عام، اكرامي حسن مدرب، علاج طبيعي دكتور منة طلة الشرقاوي، كابتن ناصر حمدي المدير الاداري. ده تشكيل منتخب مصر. هقول بقى لحضراتكم تشكيل المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري رقم 17 ميليسا سويلمي، 11 ياسمين عبد الرحيم، 14 بختة رابح مزاري، 7 أميرة بشار، 8 زهرة بن سالم، 12 عائشة مزمار أو مزمات، 5 فهيمة إبراهيمي، 4 ياسمين إبراهيمي، 13 راضية بالحسن أو بالحسن، 2 مرجان أوادي، 6 وسام جوهري، 10 كهينة جوهري. ده تشكيل المنتخب الجزائري. مدير فني محمد بالهاشمي رئيس الوفد، مدير فني سليم معشوري، مدرب نبيل تنون، مساعد مدرب بالقاسم محمد بن عطية، مساعدة مدربة أمال خمتاش، طبيب إبراهيم سبايبي، أحصائي عبد الغني جلواح، مدلكة علاج الطبيعي سيرين أكرم بن السايح. ده تشكيل الفريقين. نزل بقى لاعبي الفريقين أرض الملعب، وهقول بقى لحضراتكم التشكيل كده منتخب المصري. بدأ بدانا شوقي رقم 18، ندى معوض رقم 4، وندى معوض دي أول لاعبة مصرية محترفة بعد ما خلصت كده لعب في الدوري الأمريكي للدارسين، احترفت بقى في النادي اللوجانو بسويسرا كأول لاعبة مصرية تحترف على مستوى السيدات. إرسال مع دانا شوقي، استقبال مرفوعة في مركز 3 وضرب صحة قوي جدا تيجي في حائط السط وخارج الملعب. وأول نقطة في اللقاء من نصيب المنتخب الجزائري بعد ضرب صحة من منتصف الشبكة تيجي في حائط السط وخارج الملعب. ينتقل إرسال للمنتخب الجزائري. إرسال الجزائر مع رقم 2 مرجان اواد، استقبال سابين مرفوعه في مركز 3 بتضرب ندى وليد بتيجي في الحافه العليا للشبكه مرفوعه تاني في مركز 4 وبتحط بليس، لكن اريها دانا شوقي تحرك هايل من ايسر تحط في مركز 2 وبتضرب ندى معوض بتيجي في الحافه العليا للشبكه وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري والتعادل في النقاط 1-1. شكلنا كده هنشوف مباراه قويه. المنتخب المصري بيضم مجموعه من الشابات ينتظروا مستقبل كبير، ودي بقى اعداد دي بطولة مهمة، بطولة البحر المتوسط. وضرب صحك تاني بريست الايد بتحاول معاها رقم 24
سابينا حسن بتيجي في ايدها وبتخرج خارج الملعب، والنقطه الثانيه لصالح المنتخب الجزائري. 2 الجزائر 1 مصر. ارسال مع رقم 11 ياسمين عبد الرحيم لاعبه منتخب الجزائر. ارسال ياسمين، ارسال سباي، استقبال ايس، اعداد دانا شوقي مرفوع وضرب صحه قوي جدا جدا عن طريق رقم 5 من المنتخب المصري نادى وليد حسن، تضرب كره سريعه مع معدة بامتياز من دانا شوقي، والنقطه الثانيه لصالح المنتخب المصري. ارسال مع ندى حسن وندى وليد، استقبال ومرفوعه في مركز 4 بتحطها برست الايد، دفاعات ممتازه من ندى، مرفوعه ثاني في مركز 2 وبتضرب بقوه، دفاعات هايله جدا من منتخب الجزائر، مرفوعه ثاني بتحطها برست الايد. يا سلام على التحكم، يا سلام على الرؤيه، يا سلام على الكنترول، بتحطها برست الايد من اعلى حوائط الصد في منتصف ملعب المنتخب المصري. يتقدم المنتخب الجزائري مره ثانيه 3-2. ارسال ينتقل مره ثانيه للمنتخب الجزائري، والارسال مع رقم 10 من الجزائر. امينه جوهري، امينه جوهري رقم 10 من المنتخب الجزائري على الارسال. ارسال سبايك فلوتر موجه، استقبال ايسل، مرفوعه دانا الشوقي، صاروخ 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 يا مرشدي، داليا المرشدي تطلع تضرب كره صاروخيه صاروخيه من منتصف الشبكه، بتلف بريست ايدها وبتاخد كره متعلقه باتقان وبتضرب في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. ارسال مع رقم 16 علياء هاني، استقبال مرفوعه تاني في مركز 4، فين حوائط الصد؟ حوائط الصد موجود، فين حوائط الصد؟ وحوائط الصد موجود، دانا شوقي قافله اللاين وواخد حائط صد، حكايه حكايه من لاعبه المنتخب الجزائري من مركز 4، ولكن وقفلها بالمرصاد وتوجهها ريست ايدها داخل الملعب وواخد حائط صد دوت. ارسال علياء هاني مازال خارج الملعب، ارسال من علياء هاني ولكن خارج الملعب، والنقطه الرابعه للمنتخب الجزائري. يتعادل المنتخبان مره ثانيه في النقاط 4-4. ارسال ينتقل مره ثانيه للمنتخب الجزائري، ارسال استقبال ندى معوض، ممتاز، مرفوعه في مركز 4، سابين حسن عبد بتضرب بقوه، دفاعات لحقتها ما لحقتهاش، دفاعات من رقم 11 من المنتخب الجزائري ياسمين عبد الرحيم، ولكن حاولت معاه كده رقم 7 من منتخب الجزائر، ولكن اميره بشار، ولكن ما لحقتهاش، ونقطه لصالح المنتخب المصري. يعود الارسال مره ثانيه مع منتخب مصر، مع منتخب مصر، والارسال مع سابين حسن عابد. ارسال سبايك فلوتر، استقبال، اعداد في مركز 3، تضرب تاني بقوه، دفاعات ترجع تاني، مرفوعه على الشبكه هتعديها، ما لحقتهاش، ما لحقتهاش، داليا المرشدي حاولت معاه ولكن ما لحقتهاش، بعد دفاعات من دانا شوقي عليت كده في مركز 2، حاولت معاها داليا تعديها ولكن تيجي في الشبكه وبترجع تاني ملعب المنتخب المصري. التعادل في النقاط مره ثانيه 5-5. على الارسال رقم 7 اميره بشار، استقبال ايسر، مرفوعه دانا شوقي في مركز 4 وصاروخ، لكن دفاعات لحقتها والله هتعديها، هتعديها، استقبال ثاني عليها هاني، مرفوعه دانا شوقي، مرفوعه في مركز 4 وصاروخ ثاني بقوه من ندى معوض. ندى معوض اللاعبه المحترفه المصريه، اول لاعبه مصريه محترفه في الدوري السويسري في نادي لوجانو الفريق السويسري، تضرب من مركز 4 بقوه، تيجي في حوائط الصد وخارج الملعب، ويتقدم منتخب مصر 6-5. قلت لحضراتكم شكلنا هنشوف مباراه ممتعه. ارسال المرشدي، استقبال جزائر، مرفوعه بمركز 4، تضرب بقوه ثاني، دفاعات ممتازه من علياء هاني، هتعليها بمركز 4، بتضرب المنطقه الخلفيه وبتحطها ثاني، لكن تفركز هايل، مرفوعه بليس، خارج الملعب، خارج الملعب، حبت تحطها كده لاعبه المنتخب الجزائري بليس من اعلى حوائط الصد في المكان الفاضي، ولكن خارج الحد الجانبي لملعب المنتخب المصري. 7 مصر 5 الجزائر. ارسال مع داليا مرشدي ثاني، استقبال، اعداد في مركز 3 وبتضرب بقوه، دفاعات ولا اروع، ولكن فين؟ لحقتها لحقتها لحقتها، واستبسال ترجع تاني، داخل على بعض لكن تمشي، مرفوعه تاني في مركز 6 من تركيبه هجوميه، ولكن كانت فين؟ كانت فين رقم 7 اميره بشار؟ اميره بشار ما كانتش متوقعه ان الكره هتترفع لها في مركز 6، ونقطه هديه لصالح المنتخب المصري. 8 مصر 5 الجزائر، والارسال ما زال مع دلال مرشدي، وادي احمد فتحي المدير الفني لمنتخب مصر. استقبال ممتاز، مرفوعه تاني في مركز 3، بتضرب بقوه بقوه بقوه، رقم 12 من المنتخب الجزائري.
عائشة مزمات بتضرب بكل قوة كرة تو باس من ظهر المعد، تطلع تحطها في مركز 5 داخل ملعب المنتخب المصري. 6 الجزائر، 8 مصر. ارسال مع عائشة، عائشة استقبال سابين عابد، وحش جدا يا سابين. سابين عابد ما اتحركتش برجليها ومستني، واستنت الكرة كده لحد ما تجيلها، جت في ايدها، جسمها ما كانش في وضع مظبوط، جت في ايدها وخارج الملعب، ونقطة لصالح المنتخب الجزائري بعد اس وارسال سريع مموج من عائشة مزمات. ارسال مع عائشة مازال. سال سبايك فلوتر او فلوتر موجه، استقبال المرة دي سابين متوسط، اعداد من ايسر مرفوعة بتضرب معوض، يا ساتر يا معوض، معوض بتضرب كرة صاروخية صاروخية من مركز 4 بين حائط الصد، بتلف بريست ايدها وبتضرب بقوة بين مركز 1 و6. ندى معوض بنت اخو كابتننا الكبير كابتن عصام معوض، عشان كده قلت يا ساتر يا معوض، فكرتنا والله بنجمنا الكبير كابتن عصام معوض. ارسال مع دانا شوقي، استقبال خطأ خارج الملعب، اس بعد خطأ في الاستقبال من ليبرو المنتخب الجزائري، ونقطة لصالح المنتخب المصري. ارسال مرة تانية مع منتخب مصر مع دانا شوقي، ارسال سبايك فلوتر موجه، استقبال الجزائر مرفوعة في مركز 4 بتضرب بقوة، لكن حاول صد فين، لكن تغطية ممتازة، مرفوعة تاني في مركز 1 هتعديها تشانس بول، تشانس بول ايسر في الميعاد، مرفوعة تاني سريعة بتحط ندى وليد دبل باص ولا شبكة، شبكة شبكة ياسمين عبد العزيز ومشيرة مفتاح بيصفروا لمس شبكة على لاعبة المنتخب الجزائري. يستمر منتخب مصر في الضغط والفرق في النقاط لصالح منتخب مصر 11-7، فارق 4 نقاط. ارسال مع دانا شوقي، ارسال من دانا، استقبال ممتاز، اعداد في مركز 3 والكرة المعهودة، تاني ايسل في الميعاد، تحرك ممتاز، مرفوعة من دانا في مركز 2 بتضرب بقوة عليها دفاعات، هتلحقها لحقتها، هتعديها سهلة تشانس بول، هتعدي تشانس بول، ايسل في الميعاد وفي المكان المظبوط، وتاني عليها بتضرب صاروخ يا علياء، صاروخ يا علياء بريست ليد من مركز 2 في الزاوية القصيرة داخل ملعب المنتخب الجزائري. ويستمر منتخب مصر في التقدم 12-7، واضطر يطلب تايم اوت المدير الفني لمنتخب الجزائر سليم عاشوري او عاشوري المدير الفني لمنتخب الجزائر، لان الفارق اصبح 5 نقاط التقدم والافضليه لصالح منتخب مصر. تعليمات وتوجيهات احمد فتحي وسيد طه واكرامي حسن للاعبي المنتخب المصري او لاعبات المنتخب المصري عفوا، وكذلك تعليمات وتوجيهات سليم عاشوري المدير الفني لمنتخب الجزائر. انتهى التايم اوت. ادي شادي فهيم بقى المحلل التقني لمنتخب مصر للسيدات بيبلغ كده كابتن احمد باتجاهات الارسال و نقاط الضعف والقوة في المنتخب الجزائري. ارسال مرة تانية مع منتخب مصر مع دانا شوقي. ارسال من دانا. استقبال اعداد في مركز 4-6، حطها برس الايد، تمركز هايل من سابين، مرفوعة في مركز 2 وعليها هنا حاطة صد، تغطية بترجع تاني، ايس بتعليها، تحطها ندى معوض في المكان الفاضي، لكن توقع ممتاز، مرفوعة تاني سريعة بتضرب بقوة بقوة بقوة، رقم 10 من المنتخب الجزائري. أمينة جوهري بتلف بريست ايدها وبتضرب كرة سريعة من منتصف الشبكة، بتحاول معاها دانا شوقي ولكن ما بتلحقهاش، ونقطة لصالح المنتخب الجزائري. 8 الجزائر، 12 مصر. والإرسال مع رقم 2 مرجان وادي أو وداي، استقبال سابين متوسط، إعداد من أيسر، مرفوعة في مركز 4 عليها بتضرب بقوة، تغطية ممتازة، مرفوعة تاني في مركز 2 وعكس لعب هايل، ندى معاها بتضرب بقوة لكن تغطية ممتازة ودفاعات، مرفوعة تاني في مركز 4 وبتحط بقوة لكن فور باس، لمست حكم اللقاء فيها فور باس، بتشاور ياسمين عبد العزيز ان الكرة فور باس لانها فعلا لم تلمس حوائط الصد، وفي الحافة العليا للشبكة، ونقطة لصالح منتخبنا المصري. 13 مصر، 8 الجزائر. ارسال مع ندى معوض، ارسال قوي وسريع ولكن خارج الملعب. ندى معوض تلعب ارسال سبايك فلوتر موجه في مركز 1
ولكن اقوى من اللازم يا ندى، وخارج الحد النهائي لملعب المنتخب الجزائري. ينتقل الارسال لمنتخب الجزائر، والارسال مع رقم 11 ياسمين عبد الرحيم. استقبال ايس تاز مرفوعه من دانا تهديف منطقه خلفيه. صاروخ صاروخ يا ندى معوض، صاروخ من المنطقه الخلفيه بتركيبه هجوميه رائعه من دانا شوقي، بتطلع ندى معوض بتضرب في اقصى الزاويه الطويله داخل ملعب المنتخب الجزائري. يستمر المنتخب المصري في التقدم 14-9. ارسال يعود مره ثانيه لمنتخبنا المصري، والارسال مع ندى وليد حسن. ندى وليد لعيبه مركز ثلاثه، ارسال سبايك فلوتر، استقبال امتياز مرفوعه في مركز اثنين، تضرب بقوه حصاد خارج الملعب، تضرب بقوه رقم سته من المنتخب الجزائري وسام جوهري، تضرب في حوائط الصد وخارج الملعب، ونقطه لصالح المنتخب الجزائري. 10 الجزائر 14 مصر. ينتقل ارسال للمنتخب الجزائري، والارسال مع رقم 10 امينه جوهري. امينه استقبال ايسل، وحش جدا يا ايسل، وحش جدا يا ايسل، اس 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 لانها وحش جدا، لانها استقبلت تتحرك حركه مع حركه، تطلع الكره زي ما حضرتك شفته بالطريقه دي، المفروض اتحرك اثبت العب، لكن هي كانت بتتحرك، كره جايه سريعه جت في ايدها وخرجت خارج الملعب. ارسال سريع مؤثر من امين او امينه جوهري. ارسال سبايك فلوتر تاني، استقبال المره دي امتياز، ثبتت نفسها وندى معوض تحطها برست الايد، ترجع تاني مرفوعه في مركز سته، تحط برست الايد، ده دفاعات هايله، مرفوعه تاني على الشبكه، داليا مرشدي بتاخدها كده مباشره، كره محموله بتشاور عليها ياسمين عبد العزيز على لاعبه المنتخب الجزائري. ياسمين عبد العزيز حكمت هذا اللقاء، الحكم الدولي، ونقطة لصالح منتخبنا المصري. إرسال مع علاء. علاء هاني، سال استقبال ممتاز مرفوعة في مركز أربعة، ضرب ساحق قوي لكن خارج الملعب. ضرب ساحق قوي عن طريق رقم سبعة أميرة بشار، ولكن بدون عنوان خارج الملعب، والنقطة رقم 16 لصالح المنتخب المصري. تغيير هيحصل، هتخرج دانا شوقي وتنزل مكانها مايا ممدوح، وهتنزل رقم ستة من المنتخب المصري ليلى محفوظ، وهتخرج علياء هاني. دبل تغيير بيعملها احمد فتحي المدير الفني لمنتخب مصر، طبعا عايز يعلي الشبكه ويستفيد بالهجوم الثلاثي على الشبكه ويخلص الشوط الاول. ارسال مع ليلى محفوظ، استقبال ممتاز مرفوعه تاني في مركز اثنين، وضرب ساحق قوي لكن دفاعات ممتازه من مايا ممدوح، مرفوعه تاني برست الايد، بتضربها سابين، ترجع تاني على الشبكه، وتداخل تداخل، لا محموله محموله، كره محموله، تحسبها ياسمين عبد العزيز حكمه اللقاء الدولي على لاعبه المنتخب الجزائري رقم اثنين مرجان اوداي. ارسال مع ليلى محفوظ مازال، والتقدم لصالح منتخبنا المصري بفارق ست نقاط 17-11. ارسال ليلى، ارسال سبايك فلوتر موجه مركز خمسه، استقبال متوسط مرفوعه تاني في مركز اربعه، حوائط الصد فين؟ حوائط الصد موجوده، ولكن تيجي في ايد مايا ممدوح وبتخدعها وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري. ايد ما كانتش مشدوده يا مايا، وما كانتش معديه كده من اعلى الحافه العليا للشبكه، الكره جت في ايدها ونزلت داخل ملعب المنتخب المصري. ينتقل ارسال لرقم سته وسام جوهر، استقبال ايس امتياز مرفوعه من ليلى محفوظ، بتحطها ندى وليد، لمسه شبكه، لمسه شبكه على عائشه من لاعبه سنتر بلوك من المنتخب الجزائري، وادي محمد فتحي بيتكلم مع ليلى محفوظ بيقول لها المسافه، مسافه كبيره، تترفع سريع بالمنظر ده كده، مسافه كبيره، حوات الصد ضمت وقفلت، ولكن لمسه شبكه على المنتخب الجزائري. ارسال سابين حسن عبد، استقبال اعداد في مركز سته، تعديها برست الايد، دفاعات موجودة من ايسل، مرفوعة تاني من ليلى في مركز اثنين، وعكس لعب هايل وضرب ساحق قوي جدا جدا، مايا ممدوح اسماعيل تضرب بكل قوة من مركز اثنين، كرة معكوسة بالمسطرة من ليلى محفوظ، تطلع تضرب بكل قوة بحائط صد فردي في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. ارسال مازال مع سابين حسن، سابين ارسالاتها مؤثرة، سابين سريعة قوية مؤثرة، استقبال ضعيف، اعداد في مركز اربعه، تحطيها برست الايد، تعدي، دفاعات موجوده من ايسل، امتياز مرفوعه تاني في مركز اثنين، صاروخ صاروخ يا مايا ممدوح، واخده تو باس من ظهر المعده، بتطلع تضرب كره قويه جدا
داخل ملعب المنتخب الجزائري. 20 مصر 12 الجزائر. المنتخب المصري ضغط بقوة على المنتخب الجزائري من بداية الشوط الأول. تايم اوت طلب المدير الفني لمنتخب الجزائر سليم عاشوري. طبعا الفارق اصبح 8 نقاط فرق، فاضطريتوا تايم اوت ولتعليمات وتوجيهات احمد فتحي وسليم عاشوري للاعبات كلا المنتخبين. انتهى التايم اوت ولاعبات المنتخبين يعودنا مرة تانية لأرض الملعب لاستئناف الشوط الأول. إرسال مازال مع سابين حسن عبد لاعبة مركز 4 في منتخبنا المصري. إرسال مع سابين. إرسال سبايك فلوتر موجه سريع، استقبال متوسط مرفوعة في مركز 4. تضرب بقوة، حائط صد قوي جدا جدا جدا، واخدها مايا ممدوح متحركة بامتياز وقافلة اللاين وموجهة ايدها من اعلى الحافة العليا للشبكة داخل ملعب المنتخب الجزائري. يستمر منتخب مصر في الضغط بالارسالات وحوائط الصد على المنتخب الجزائري، والتقدم والافضلية مصرية حتى الان 21-12. ارسال سابين مرة تانية. استقبال اعداد في مركز 2 وحشة جدا، اضربي وضربت، اضربي وضربت يا ندى. ندى ما ضربتش، ندى بحنية كده طلع عكست الكرة في المكان الفاضي داخل ملعب المنتخب الجزائري. هدية جاية لها، ولكن ندى كده بقى يعني برحمة طلعت حطت ايدها وعكست الكرة داخل ملعب المنتخب الجزائري. ارسال مع سابين حسن عبد. 22-12، 10 نقاط فرق. ارسال في الشبكة من سابين، ولكن ده الارسال الخامس. مش مشكلة يا سابين، 4 ارسالات مؤثرين، لما ضيع ارسال مش مشكلة، والفارق 9 نقاط، 13 الجزائر 22 مصر. ارسال يعود مرة تانية مع رقم 7 اميرة بشار. ارسال سبايك من اميرة. استقبال امتياز ندى معوض، مرفوعة في مركز 4 بتحط كرة مزنوقة ولكن خارج الملعب. كرة مزنوقة من ليلى محفوظ، بتحاول ندى معوض تتصرف كده وتلعب على التاتش، ولكن حكم اللقاء الدولي ياسمين عبد العزيز بتشاور ان الكره خارج الملعب، لم تلمس حوائط الصد، ونقطه لصالح المنتخب الجزائري. ارسال مازال مره ثانيه مع اميره بشار. اميره ارسال سبايك. استقبال ايسن مرفوعه في مركز 4، ونرى معوه بتضرب بقوه المره دي في حوائط الصد، وبتحاول معاها رقم 6 من المنتخب الجزائري وسام جهري، ولكن تيجي في ايدها وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري. و23 14 خرجت داليا مرشيدي ونزلت مكانها رقم 27 من منتخبنا المصري مي غزال. ارسال مصر. استقبال خاطئ، ترجع تاني تلحقها، تعديها سيارة شانسيبول. استقبال من سابين مرفوعه تاني ليلى محفوظ، مرفوعه في مركز 4 بتضرب معوض بقوه، ندى بتضرب بقوه في حوائط الصد وبتنزل، تيجي في الشبكة وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري. و24 مصر 14 الجزائر، وسيت بوينت لصالح المنتخب الاول. 21 عفوا، نزلت مش 27، فرحة عباس، فرحة عباس رقم 21. ارسال استقبال اعداد في مركز 4، هوات الصد فين؟ مش موجودة، دفاعات موجودة من ندى معوض، ترجع تاني شانتي بول. استقبال مرفوعة تاني في مركز 4، كرة قوية جدا، حائط صد قوي جدا جدا، مايا ممدوح قافله واخده حائط صد دوت، بتنهي بيه الشوط الاول لصالح منتخبنا المصري ليفوز 25-14 ويتقدم بالشوط الاول على المنتخب الجزائري. شوط اول لصالح منتخب مصر، تقدم بيه بمستوى اكثر من ممتاز على المنتخب الجزائري 25-14. المنتخب المصري ضغط بقوه من بدايه الشوط لحد نهايته ونجح في الفوز بالشوط الاول. استراحه قصيره 3 دقائق بين كل شوط والتاني، كل منتخب بقى وكل فريق يراجع كده ياخد قسط من الراحه ويراجع بقى كده تشكيلاته وتوجيهاته الفنيه ويستعد لبدايه الشوط التاني. اقول بقى لحضراتكم نستغل هذه الراحه في اقول لحضراتكم بقى قرعه دورة ألعاب البحر المتوسط.
دورة رقم 19 المقامة في مدينة وهران الجزائرية. السيدات مصر وقعت في المجموعة الثانية معها اليونان، مقدونيا الشمالية، تونس ومصر. المجموعة الأولى فيها كرواتيا، صربيا، فرنسا. المجموعة الثالثة فيها تركيا، أسبانيا، ألجيريا، الجزائر، إيطاليا. دول الثلاث مجموعات اللي مصر هتشترك معاهم في بطولة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو العام الجاري. استراحة أعزائي المشاهدين وعودة مع بداية الشوط الثاني. عودة مرة تانية أعزائي المشاهدين لاستئناف المباراة. فوز المنتخب المصري بالشوط الأول على المنتخب الجزائري. هنتابع بقى ونشوف ردة الفعل عند المنتخب الجزائري، ولا المنتخب المصري سيستمر في الضغط ويفوز بالشوط الثاني من هذا اللقاء القوي المرتقب والمثير. أي نعم لقاء ودي، ولكن ندية ندية بين الكبيرين في عالم الكرة الطائرة الأفريقية النسائية، مصر والجزائر. تشكيل المنتخب الجزائري اعتقد زي ما هو، كذلك اعتقد تشكيل المنتخب المصري. شايف دانا شوقي وسابين حسن عابد وندى معوض وندى وليد وعلي اهاني وداليا المرشد، نفس تشكيل وايسل نديم ليبرو المنتخب المصري. ارسال مع المنتخب الجزائري، وعلى الارسال رقم 2 من المنتخب الجزائري مرجان اواداي. ارسال مع مرجان اواداي، استقبال ندى معوض، امتياز، مرفوعه سريع بتضرب بقوه، ندى وليد دفاعات ممتاز، مرفوعه تاني في مركز اربعه، حط بريست الايد، دفاعات ولا اروع من سابين، تاني ندى شوقي تحطها، ولكن ارياها رقم 10 امينه جهري ارياها وحط ايدها وقافله كرة المسقطة من دانا شوقي وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري، وأولى النقاط في الشوط الثاني لصالح المنتخب الجزائري. إرسال ما زال مع مرجان مرة تانية، استقبال ندى معوض، امتياز، مرفوعة من دانا، دبل باص، دبل باص على دانا شوقي، صفر عليها ياسمين عبد العزيز حكمة اللقاء الدولية، ويتقدم المنتخب الجزائري بنقطتين مقابل لا شيء. ارسال مازال مع مرجان، ثالث باك فلوتر، استقبال سابين، امتياز، مرفوعه في مركز واحد، علياء هاني بتضرب ولكن في الشبكه، علياء بتضرب ولكن في الشبكه، بتلف بريست ايدها من المنطقه الخلفيه ولكن في الشبكه، ويتقدم المنتخب الجزائري بثلاث نقاط مع الشوط الثاني. ضاغط بالارسال القوي، ارسال مرجان اواداي على المستقبلين في المنتخب المصري، استقبال تاني سابين، مرفوعه من دانا، سريعه بتضرب دانا وليد، ندى وليد ترجع تاني، شانس بول، استقبال، مرفوعه تاني في مركز اثنين، بتضرب بقوه، حائط صد قوي، حائط صد قوي، ندى معوض، لا لا تعالي تعالي، واخده حائط صد حكايه حكايه داخل ملعب المنتخب الجزائري. ندى معوض قفلت كده وحطت ايدها في وقت ممتاز، واخده حائط صد ولا اروع داخل ملعب المنتخب الجزائري. ارسال مع المنتخب المصري مع دانا شوقي، استقبال، معدي تاخدها ندى تاني بحطها، لكن ارياها مرادو ليبرو المنتخب الجزائري، تحط تاني بليس، وتحرك هايل من ايس، مرفوعه تاني في مركز سته، بتحط بليس الايد وتلم تاني، تغطيه من ندى وليد ولكن تيجي في ايدها وخارج الملعب، ويتقدم المنتخب الجزائري باربع نقاط مقابل نقطه لمنتخبنا المصري. على الارسال تعود رقم 11 ياسمين عبد الرحيم لاعبة المنتخب الجزائري. ياسمين ارسال سبايك، استقبال سابين، امتياز، مرفوعه من دانا شوقي في مركز اربعه، علياء هاني بتضرب صاروخ صاروخ يا علياء، بتلف بريست ايدها الاعصر في اللاين في المكان الفاضي وبتضرب بقوه مركز واحد داخل ملعب
المنتخب الجزائري. 2 مصر 4 الجزائر. ارسال مع المنتخب المصري، ارسال مع ندى معوض، استقبال ممتاز. الجزائر مرفوعه في مركز 3، تحط تاني في المكان الفاضي، حطت ضربه جزاء، لعبت بريست ايدها كده، راحت بجسمها في مركز 1 ورجعت تاني بريست ايدها تطلع في مركز 5، ثبتت فيها لجميع لاعبات المنتخب المصري. لعيبه رقم 10 من المنتخب الجزائري امينه جوهر. ارسال امينه، استقبال ايس، الامتياز مرفوعه من دانا شوقي، بترد عليها وحاجه صد وتغطيه ممتازه، ولكن تيجي من ايد ايسل تغطيه بامتياز، ولكن جت في ايدها وما عليتش، والنقطه رقم 6 لصالح المنتخب الجزائري. بقى المنتخب الجزائري يقفل في حوائط الصد ويضم الطرف مع منتصف الملعب ويقفل الهجوم السريع القوي للمنتخب المصري. ارسال ما زال مع امينه جوهري. ارسال امينه، سبايك فلوتر ولكن خارج الملعب. خارج الملعب، والنقطة الثالثة لصالح المنتخب المصري. 3 مصر 6 الجزائر. خرجت ايس النديم ونزلت مكانها داليا المرشيد رقم 25. لاعبة مركز 3، لاعبة نادي الصيد. ارسال مع ندى وليد حسن. ندى سال سبايك فلوتر في مركز 6، استقبال ممتاز، مرفوعة في مركز 4 وضرب سحب قوي، دفاعات موجودة من ندى، مركز هايل. دانا شوقي في مركز 6، ندى معوض حطها، يا سلام لك، التحرك هايل. مرفوعة تاني من عائشة، ترجع تاني تشانسي بول خارج الملعب. كرة تاني، ولكن حكم اللقاء لسه كده ما اداش الإشارة، من جوه، من بره، من خارج العصا الهوائية، من داخل العصا الهوائية. وادي بقى بتستعين بكابتن مشير مفتاح حكمة اللقاء التاني. هتلاقي ما شفتهاش، استعانت بقى كده بحامل الراية، هنتابع ونشوف اللي هيحصل. حسبتها فين؟ لسه مش عارفين. حسبتها لمين؟ لسه مش واضح. ارسال مع رقم 6 من المنتخب الجزائري وسام جوهري، ولكن لسه القرار لم تصل اليه حكمة اللقاء الدولية ياسمين عبد العزيز. هتعملها اجين بول ولا هتعملها لصالح المنتخب الجزائري ولا لصالح المنتخب المصري؟ اعتقد لصالح المنتخب الجزائري، لصالح المنتخب الجزائري، ان الكرة فعلا من داخل العصا الهوائية. وقفت كده لعبات منتخبنا المصري، اعتقد ان الكره من الخارج، ولكن الكره فعلا من داخل العصا الهوائية. ارسال في الشبكه، هديه من امينه جوهري او وسام جوهري رقم 6، ونقطه لصالح منتخبنا المصري، واربعه مصر 7 الجزائر. منتخب مصر كده بعد ما ضغط قدم لنا مستوى متميز في الشوط الاول، نجح كده المنتخب الجزائري في العوده في الشوط الثاني. استقبال مرسال تاني بتحطها، لكن سهله يا داليا، استقبال تاني مرفوعه، دانا شوقي بتضرب سابين حسن عابد. يا بنت يا سابين، يا بنت يا سابين، بتطلع تضرب بقوه بين حائط الصد وبتيجي في حوائط الصد وبتخرج خارج الملعب، ونقطه لصالح المنتخب المصري. 5 مصر 7 الجزائر. ارسال مع علاء هاني، ارسال سبايك فلوتر، استقبال امتياز، مرفوعه تاني بيحطها بليس، اريها علياء، لحيتها والله دانا شوقي، تعديها سهله. تشانس بول ندى معوض، استقبال مرفوعه تاني في مركز 4، وحشه جدا، بيحطها بليس الايد، سابين في الميعاد، مرفوعه من دانا، ندى معوض بتضرب بقوه، دفاعات ولا اروع، مرفوعه تاني في مركز 6، حط تاني دفاعات من هوات صد من داليا مرشدي، ولكن جت في ايدها وخارج الملعب. 8 الجزائر 5 مصر. بينا نشوف راليات وتمركزات دفاعيه وحوائط صد، وشوط تاني قوي من جانب المنتخب الجزائري، حتى الان متفوق على المنتخب المصري بفارق 3 نقاط. ارسال يعود مع لاعبه المنتخب الجزائري، ارسال سبايك، استقبال امتياز، ندى معوض مرفوعه سريعه بتحطها داليا مرشيد، لكن اريها جوهري مرفوعه تاني بتحطها، لكن تحرك لام شبكه، لام شبكه مشيره مفتاح حكمه اللقاء التاني، بتصفر وتشاور لام شبكه على داليا المرشيدي لاعبة مركز 3 في منتخبنا المصري. 9 الجزائر 5 مصر. وادي بقى تعليمات وتوجيهات سليم عاشوري المدير الفني للمنتخب الجزائري. ارسال ما زال مع رقم 14 بخته رابح مزاري، بخته استقبال اعداد سريع، ضرب سحب قوي جدا جدا من داليا المرشيدي، تطلع تضرب بريست ايدها من جنب حوائط الصد في مركز 4، بتيجي في الدفاعات المنخفضه وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري. 6 9. وادي احمد فتحي بيشرح،
على تحرك حوائط الصد، يعني لازم نستغل بقى الضرب الساحق في الزاويه، لان الهلب او الطرف بيساعد مع منتصف الشبكه ناحيه مركز واحد. كلام مظبوط. استقبال مرفوعه تاني في مركز اثنين بتضرب بقوه، تغطيه ممتازه. استقبال من دانا شوقي مرفوعه في مركز اربعه، بتحط ندم معوض في الميعاد، تمركز ممتاز. مرفوعه تاني في مركز اربعه بتضرب بقوه في حوائط الصد عليها هاني. اعداد دانا شوقي مرفوعه بوش باس ودبل باس، دبل باس بتشاور ياسمين عبد العزيز على دانا شوقي، الكره دبل باس والنقطه لصالح المنتخب الجزائري. 10-6 10-6 تقدم لصالح المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، ولكن الشوط الاول لصالح منتخب مصر. ارسال مع عائشه، ارسال قوي من عائشه، استقبال مرفوعه تاني في مركز اربعه بتضرب بقوه لنا معوض، وحائط صد قوي جدا، حائط صد قوي جدا عن طريق رقم اثنين مرجان اواداي ورقم 10 امينه جهري، واخدين حائط صد. التغطيه مش موجوده على ندى معوض داخل ملعب منتخبنا المصري. 11-6 وطلب احمد فتحي المدير الفني لمنتخب مصر التايم اوت الاول، ليه؟ لان الفارق اصبح 5 نقاط التقدم، الافضليه الجزائريه على المنتخب المصري في الشوط الثاني. انتهى التايم اوت وعاد لاعبي الفريقين مره تانيه لارض الملعب، والارسال ما زال مع المنتخب الجزائري. ارسال ما زال مع عائشه، ارسال سبايك موجه، استقبال من ايسل مرفوعه تاني في مركز واحد عليها هاني بتضرب بريست الايد، لكن دفاعات موجوده ممتازه، مرفوعه تاني وكره وحشه جدا جدا من او مرجانة وضاي، ما كانش في ربط كده بينها وبين رقم 7 اميره بشار، وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري. 7 مصر 11 الجزائر. ارسال يعود مع داليا مرشدي مره ثانيه، سالس بايك فلوتر في الشبكه من داليا، في الشبكه من داليا، الاخطاء بدات تكتر عند لاعبات المنتخب المصري مع الشوط الثاني. الشوط الاول كان تركيز عالي وكانت الاخطاء بصراحه قليله، الشوط الثاني بدات الاخطاء تكتر، لذلك التقدم الافضليه الجزائريه. استقبال ندى معوض امتياز، مرفوعه في مركز واحد عليها هاني بتضرب بقوه، دفاعات مركز هايل، مرفوعه في مركز اثنين حطها بريست الايد بتضرب بقوه في حوائط الصد، بتغير اتجاهها وخارج الملعب، والنقطه لصالح المنتخب الجزائري 13-7 فرق 6 نقاط. هيحصل ايه تغيير؟ هتخرج ندى وليد حسن، وهنشوف بقى مين هتنزل، هتنزل مكانها فرحه عباس، فرحه عباس رقم 21. ارسال ما زال مع مرجان منتخب الجزائري، ارسال سبايك فلوتر، استقبال سابين امتياز، مرفوعه تاني دانا شوقي، ندى معاه بتضرب بقوه، صاروخ صاروخ يا ندى، تاخد كره بوش باص من مركز اربعه بتطلع بتضرب بقوه، بتيجي في حائط الصد وبتنزل في مركز 6 داخل ملعب المنتخب الجزائري. 8 مصر 13 الجزائر. ارسال دانا شوقي، سلس باك فلوتر، استقبال خطا، ترجع تاني لحقتها، لحقتها تعدي، ما عدتش ما عدتش، نقطه بعد خطا في الاستقبال عن طريق رقم 7 اميره بشار لاعبه المنتخب الجزائري. 9 مصر 13 الجزائر بعد ارسال سريع مؤثر من دانا شوقي، وما زالت دانا على الارسال. ارسال دانا شوقي، تاخد وداع الارسال، تركيز عالي، ارسال في الشبكه، تركيز عالي من دانا ولكن ازيد من لازم في الشبكه. 14 الجزائر 9 مصر، والتقدم والافضليه حتى الان لصالح المنتخب الجزائري. الارسال يعود مع ياسمن عبد الرحيم، ارسال سبايك، استقبال ايسي، اعداد دانا شوقي سريعه قويه، داليا مرشدي دفاعات ولا اروع، تاني مرفوعه في مركز اربعه وكره بليس ولكن لام في الشبكه. بتشاور مشيرة مفتاح لامة شبكة على لاعبات المنتخب المصري. 15 الجزائر 9 مصر. ارسال مرة تانية ما زال مع ياسمين عبد الرحيم. ياسمين او ياسمين
استقبال من ندى معوض مرفوعه من دانا شوقي بتضرب بقوه بقوه فرحه عباس. فرحه عباس بتاخد كره سريعه من منتصف الشبكه بتلف بريست ايدها وبتضرب صاروخ في مركز واحد داخل ملعب المنتخب الجزائري. تقف في الهواء كده وتقف تعدي الكره من حوائط الصد وبتضرب بكل قوه. ارسال استقبال الجزائر متوسط مرفوعه في مركز اثنين تضرب بقوه لكن حوائط الصد مركز هايل من ندى. في الدفاعات مرفوعه في مركز اثنين تاني عليها هاني بتضرب دفاعات ولا اروع لحقتها والله ترجع تاني شانس بول هدير مرفوعه تاني في مركز سته ندى معوض صاروخ دفاعات ولكن فين لحقتها والله لحقتها لحقتها استبساله داخل ارض الملعب تاني هدير استقبال شانس بول مرفوعه تاني في مركز اثنين عليا بتضرب ولكن لمس شبكه على لاعبات المنتخب الجزائري. والله رالي ممتع الرالي الماضي تمركزات وعكس لعب هايل من دانا شوقي وضرب صحه قوي ولكن تمركزات ودفاعات عن الملعب بامتياز عند لاعبات المنتخب الجزائري ولكن في الاخير لمس شبكه ونقطه لصالح المنتخب المصري. على الارسال ما زالت ندى معوض والنقطه رقم 11 لصالح منتخبنا المصري 11 مصر 15 الجزائر. ارسال ندى معوض ارسال استقبال متوسط مرفوعه في مركز اثنين في حوالي صد فين وحشه وحشه جدا كره على الشبكه حاولت معاه رقم ستة وسام جوهري ولكن ما بتلحقهاش وبتنزل داخل ملعب المنتخب الجزائري. 12 مصر بفضل الارسالات المؤثرة القوية تلعبها ندى معوض ارسال سريع قوي مؤثر ضغط بيه على المستقبلين في المنتخب الجزائري. ارسال مازال مع ندى معوض ارسال سريع تاني خطأ في الاستقبال لكن ما بتلحقهاش ما بتلحقهاش. قلت لحضراتكم ارسالات سريعة مؤثرة موجهة فيها نسبة من الفلترة كده بتيجي في المستقبلين وتخرج خارج الملعب وضغط بالإرسال بيقوم بيه المنتخب المصري عن طريق ندى معوض. إرسال مازال مع ندى. 13 مصر 15 الجزائر. إرسال سبايك فلوتر. تاني استقبال المرة دي ممتاز مرفوعة في مركز أربعة. حوائط الصد فين موجودة؟ حوائط الصد موجودة. حوائط الصد فين؟ ردت عليا عليها هاني قالت لي موجودة يا كابتن. موجودة يا كابتن واخدة حائط صد ولا أروع داخل ملعب المنتخب الجزائري. وينجح منتخب مصر في تضييق الفرق نقطة وحيدة 14-15. ارسال سبايك فلوتر تاني مع ندى معوض في مركز واحد استقبال متوسط مرة تانية مرفوعة في مركز اثنين حواصة تاني لكن فين فين خارج الملعب. حائط صد تاني فرحة عباس ولكن ايدها كده ما كانتش متوجهة مظبوط داخل ملعب المنتخب الجزائري وخرجت خارج الملعب والنقطة رقم 16 لصالح لصالح المنتخب الجزائري 16-14. على الارسال أمينة جوهري. أمينة إرسال سبايك فلوتر موجه استقبال ندى معوض امتياز عليها هاني بتضرب بقوة دفاعات ولا أروع من أمينة مرفوعة تاني في مركز دبل باس دبل باس دبل باس تعالي ياسمين عبد العزيز راحت مشاورة كده دبل باس ومصفرة قالت لها تعالي بقى يا مرجاني عوضاي عدتها لك مرة لكن التانية التالتة لا تعالي بقى دبل باس. 15 مصر 16 الجزائر. إرسال مع فرحة عباس سبايك فلوتر موجه ارسال سبايك فلوتر فرح استقبال معدي الشبكه خديها مباشره خديها مباشره لكن علياء هاني استعجلت كده ولقت حطت ايدها تداخل مع مرجان اوضاي ممكن لقت الكره لسه في ملعب المنتخب الجزائري تلم ايدها ولكن الحماس الحماس. ارسال ينتقل للمنتخب الجزائري استقبال الندى مرفوعه سريعه بتضرب بقوه دفاعات خارج الملعب ولا انسايد 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 ليبرو المنتخب الجزائري تاخد كرة مباشرة تيجي كده دفاعات وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري. ميليسا سويلمي او سولمي ليبرو المنتخب الجزائري حطت ايدها كده والكرة جت في ايدها وخدعت لاعبات المنتخب المصري ونزلت في مركز واحد ونقطة مباشرة لصالح المنتخب الجزائري. 18 الجزائر 15 مصر. ارسال مع رقم 6 وسام جوهري استقبال ندى معوض مرفوعه في مركز 4 ضرب صحه قوي سابين هتصدق ممتازه من ندى مرفوعه في مركز 2 علياء بتضرب بقوه دفاعات لكن المره دي خارج الملعب بقى خارج الملعب يا مليسا تضرب بقوه علياء هاني نفس الكره بتيجي في ايدها وبترجع ملعب المنتخب المصري ولكن خارج الحد الجانبي لملعب المنتخب المصري. دبل تغيير هيقوم بيها تاني احمد فتحي بخروج دانا شوقي ونزول مايا ممدوح اسماعيل المتالقة في حوائط الصد في الشوط الاول وسحب علياء هاني وهينزل مكانها بقى ليلى محفوظ.
ادي ايس النديم الليبرو المنتخب المصري ولاعيبه نادي الزمالك. ارسال لاله محفوظ، استقبال اعداد في مركز اربعه بوش باص، ضرب صحه قوي، حوائط صد ثاني، حوائط صد المتالق في المنتخب المصري في حوائط الصد. مايا ممدوح واخده حائط صد، حكايه حكايه، قافله اللاين خلاص، قافله اللاين ضبه مفتاح وموجهه ايدها داخل ملعب المنتخب الجزائري. 17 مصر 18 الجزائر. ارسال لاله محفوظ ثاني، استقبال المراد مرفوعه تاني فين؟ في مركز الثلاث، حط عائشه لكن توقع هاي من هدير، مرفوعه ميه بتضرب بقوه، بتضرب دفاعات ممتازه، مرفوعه تاني في مركز واحد بتضرب بقوه، حائط صد ولكن فين؟ فين يا سابين؟ شد ايدك جوه الملعب الجزائري. سابين طلعت، اعتقد طلعت بدري لحظه، توقيت توقيت جت في ايدها ونزلت داخل ملعب المنتخب المصري. 19 الجزائر 17 مصر. استقبال ندى امتياز، مرفوع على ليلى عباس، بتضرب تاني ليلى محفوظ على امس شبكه، بتشاور عليها مشيره مفتاح على مرجان اواداي وعائشه لاعبات المنتخب الجزائري، وتنجح مصر في تضييق الفارق مره ثانيه 18 19. المنتخب المصري 18 المنتخب الجزائري 19. ملعب متوقف كده طبعا، لازم يطمن ان مفيش نقطة عرق في ارض الملعب، ان اي اصابة لا قدر الله مشكلة مشكلة. اتمنى السلامة لجميع اللاعبات في ارض الملعب. لازم حكم اللقاء يطمن كده بعد وقوع احد اللاعبات، لازم يطمن كده وينزل يتأكد مفيش ولا نقطة مية في الملعب. استقبال ممتاز، ارسال سابين مرفوع مركز اربعة، تحط برس الايد، تحرك من سابين، اعداد من ليلى محفوظ، عكس لعب هايل، صاروخ، ضرب ساحق وحائط صد قوي، حائط صد قوي من عائشه. مايا ممدوح قالت لا لا تعالى يا مايا بقى، وانت واخده من ساعه ما لعبت في اللقاء اليوم اربع بلوكات، ناخد احنا بلوك بقى، واخده حائط صد قوي لصالح المنتخب الجزائري. 20 18 و20 الجزائر 18 مصر. ارسال عائشه، استقبال سابين، اعداد من ليلى محفوظ، مرفوع في مركز اربعه، معوض بتضرب بقوه، دفاعات ولكن خارج الملعب، دفاعات من عائشه ولكن حركت ايدها كده، جت في ايدها وخرجت خارج الملعب. نقطه لصالح المنتخب المصري 19 20. وادي فرحه عباس تعود تاني لارض الملعب، وخروج ايس النديم، ارسال دلال مرشدي، استقبال ممتاز، مرفوعه تاني بتحطها سكن اريها ليلى محفوظ، مرفوعه تاني سابين، حطها سابين، خارج الملعب، خارج الملعب يا سابين في وقت صعب، والتقدم مره تانيه لصالح المنتخب الجزائري بفارق نقطتين 21 19 21 19. التقدم لصالح المنتخب الجزائري على المنتخب المصري. ارسال مع مرجان، مرجان اواداي، ارسال في الشبكه وبتخدمها وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري. ارسال صعب، بيجي في الحافه العليا للشبكه وبيخدع لاعبات المنتخب المصري وبينزل داخل ملعب منتخبنا المصري، حاول يطلع عليها فرحه عباس ولكن ما بتلحقهاش، والنقطة لصالح المنتخب الجزائري. طلب تايم اوت تاني، المدير الفني للمنتخب المصري احمد فتحي حاول بعد ما نجح في تهدئة الفارق، اصبح نقطة وحيدة نجح تاني المنتخب الجزائري في توسيع الفارق مرة تانية لثلاث نقاط. انتهى التايم اوت. وادي بقى اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره، كابتن هاني حمزه نائب رئيس الاتحاد والدكتور وائل قنديل عضو مجلس الاداره بيتابعوا لقاء اليوم. ارسال مرجان، استقبال ندى معوض، امتياز، مرفوعه من ليلى محفوظ، تضرب تاني سابين في الشبك، تضرب من المنطقه الخلفيه ولكن كره كده مش مظبوطه من سابين، بتيجي في الحافه العليا للشبكه وبتنزل داخل ملعب منتخبنا المصري. 23 19 خطأين مباشرين ورا بعض من سابين. ارسال، استقبال ايسر، مرفوعه تاني في مركز اثنين، تضرب تاني مايا ممدوح، دفاعات ممتازه، ترجع تاخدها مباشره، تاخدها مباشره مباشره قويه ياسمين عبد الرحيم، كره جايه من الدفاعات بتلف في جسمها وتاخدها مباشره داخل ملعب المنتخب المصري. استغل كده ان المنتخب المصري لسه ما وقفش في الدفاعات وراحت لفه جسمها وقتها صاروخ داخل ملعب منتخبنا المصري. ارسال اواداي، استقبال ندى،
مرفوعه بمركز 3 صاروخ دفاعات ممتازه تغطيه هايله، مرفوعه ثاني بمركز 4 بتضرب بقوه ياسمن وضرب بقوه بقوه من مركز 4 بين حائط الصد وبتنزل في مركز 6 داخل ملعب المنتخب المصري لينجح المنتخب الجزائري في العوده والفوز بالشوط الثاني ويتعادل المنتخبان بشوط مقابل شوط. شوط ثاني قوي من جانب المنتخب الجزائري، في بعض الاخطاء كده من جانب منتخبنا المصري. هنشوف بقى احمد فتحي المدير الفني لمنتخبنا المصري وجهازه الفني المعاون طبعا هيشرح هذه الاخطاء ويعود للقاء مره ثانيه. ودي ميزه بقى المباريات الوديه التجهيزيه، ندي فرص للاعبات كله بقى يطلع اللي عنده ونشوف اخطائنا ونصلحها قبل المعتركات الرسميه. استراحه عوده مع بدايه الشوط الثالث. عودة مرة تانية اعزائي المشاهدين لاستئناف اللقاء، التعادل في الاشواط شوط مقابل شوط المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في المباراة الودية التجهيزية لاستعدادا لبطولة العاب البحر المتوسط المقامة الشهر القادم في مدينة وهران بالجزائر. مصر الامن والامان بتستضيف المنتخب الجزائري للرجال والسيدات لعمل معسكر تدريبي مشترك مع منتخبنا او منتخباتنا المصريه للرجال والسيدات. قبل نجح المنتخب المصري ايضا في استضافه المنتخب السعودي والمنتخب البحريني للرجال، عمل معاهم اكثر من مباراه تجريبيه وديه استعدادا لبقى دوره البحر المتوسط للرجال، ودي كانت تجربه للمنتخب المصري للسيدات. اتمنى ان شاء الله كابتن احمد فتحي يحالفه التوفيق ويعمل جيل جديد للمصري للسيدات بمحاوله العوده مره اخرى للرياده الافريقيه. تشكيل منتخب مصر، شايف زين العلامي نزلت او العليمي نزلت ارض الملعب مع رقم 10 امام ممدوح بدا بيها الشوط الثالث كابتن احمد فتحي، مع ندى معوض سحب سابين حسن عابد، نزل زينة الإعلامي، وادي آيس النديم، وادي ندى معوض ومايا ممدوح، فرح عباس وداليا المرشدي. ده تشكيل المنتخب المصري بدأ بيه أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب المصري الشوط الثالث. ده والله دي ليلى محفوظ، ليلى محفوظ معدة المنتخب المصري بدأ بيها الشوط الثالث. إرسال مع ليلى. استقبال مرفوعه في مركز 4 تعدل شانس بول وتعديها في الشبكه من عن طريق رقم 14 من المنتخب الجزائري بخته رابح مزاري، تحطه كده برست الايد كده ولكن في الشبكه الحفر العليا للشبكه وبترجع تاني ملعب المنتخب الجزائري. ارسال مازال مع ليلى محفوظ في الشبكه من ليلى. اتعادل المنتخبان في النتيجة 1-1 نقاط وفي الأشواط 1-1 أيضا. إرسال أواداي، استقبال زينة مرفوعة في مركز 2 وضرب صحة قوي جدا جدا عن طريق ندى معوض، وحش المصري في مركز 4 بتضرب بكل قوة بين حائط الصد في الزاوية القصيرة داخل ملعب المنتخب الجزائري. يتقدم مصر مرة تانية 2-1.
تمد الهدير في الديفنس، الدفاع عن الملعب، وايسل في الاستقبال، استقبال تاني، ارسال في مرفوع مركز اربعه، ضرب صح قوي جدا جدا عن طريق رقم سته وسام جهري، تضرب بين حائط الصد، كره قويه تيجي بين حوائط الصد وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري. ده احمد فتحي المدير الفني بيتكلم مع لاعبات المنتخب المصري عن حوائط الصد، لهم دخلوا ديكو جوه من اعلى الحافه عليا الشبكه، ارسال واستقبال، امتياز من نادى معوض، مرفوعه سريعه، صاروخ، دفاعات ترجع تاني بتلمها، مايا ممدوح بترجع تاني في مركز اربعه، بتضرب زينه وقوه لكن دفاعاته الاروع من مليسة، تاني في مركز اربعه صاروخ خارج الملعب، صاروخ من رقم 14 لاعبه المنتخب الجزائري، رقم 14 بخته رابح مزاري، ولكن خارج الملعب، خارج الحد الجانبي لملعب المنتخب المصري، ليتقدم المنتخب المصري مره ثانيه بثلاث نقاط مقابل نقطتين. ارسال مع فرحه عباس، فرحه عباس ارسال سبايك فلوتر، استقبال، اعداد في مركز اربعه، بتضرب بقوه ثاني خارج الملعب مره ثانيه، بالكربون بالكربون مره ثانيه، بتضرب في نفس المكان بنفس الكيفيه ولكن خارج الملعب، مزاري رابح، بختة مزاري رابح، أربعة مصر اتنين الجزائر، خطأين مباشرين من بختة. إرسال مع فرحة عباس مرة تانية، إرسال سبايك فلوتر سريع، استقبال مرفوعة في مركز اتنين تلاتة وحش، تعديها سهل عشان تسيبول ندى معاه في الميعاد، مرفوعة تاني سريع، بتضرب اضرب ما ضربتش، حط التاني خديها مباشرة معايا، ترجع تاني حطها سهلة ودبل باص، دبل باص، دبل باص، أربع لمسات دبل باص فعلا، ونقطة لصالح المنتخب المصري. طبعا ما ممدوح كرة جالها كده على حافة الشبكة ما ضربتهاش لأن كان ممكن تعمل إصابة لأي من لاعبات المنتخب الجزائري، هي وندى معوض فبتحط بريست الإيد كده، ولكن في الأخير نقطة لصالح المنتخب المصري. لكن الكرات دي في ماتش رسمي تبقى هدية، هدية. سهل استقبال، مرفوعة تاني في مركز اتنين، تضرب بقوة، هتصد لكن بتلف من جنب إيدها بقوة، رقم ستة وسام جهري، وبتضرب في الزاوية القصيرة، تمركز خاطئ عند لاعبة مركز واحد في منتخبنا المصري، والله ما شفتش يمين، كانت داخلة كده خلف حوائط الصد وسابت الزاوية مفتوحة، ونقطة لصالح المنتخب الجزائري. إرسال، استقبال، زينة تلحقها، ليلى محفوظ ما بتلحقهاش، ونقطة تانية لصالح المنتخب الجزائري بعد إرسال سريع قوي من المنتخب الجزائري، بتيجي في إيد زينة العليمي وخارج الملعب، ونقطة لصالح منتخب الجزائر. إرسال مع رقم 10 أمينة جهري، أمينة جهري على الإرسال، إرسالتها سريعة مؤثرة، إرسال أمينة، إرسال خارج الملعب، إرسال سريع زي ما قلت لحضراتكم ولكن خارج الملعب. ينتقل إرسال مرة ثانية لمنتخبنا المصري، وعلى الارسال مايا ممدوح اسماعيل، ارسال سبايك فلوتر، استقبال مليسة، مرفوعه تاني تاخدها مباشره بقوه، ترجع تاني لحقتها ما تعديش، ما تعديش، حاول معاها رقم سته وسام جوهري بعد دفاعات من ياسمين عبد الرحيم ولكن ما بتعديش، ونقطه لصالح المنتخب المصري. 6 4 7 4 عفوا. ارسال مع مايا، مايا ممدوح، سلس بايك فلوتر موجه، استقبال ممتازه من راضي، مرفوعه في مركز اثنين، بتضرب بقوه، حوالي صد، تغطيه من عائش، مرفوعه تاني في مركز اربعه، بتحط بريس الايد، دفاعات ولا اروع من هدير، مرفوعه في مركز سته، ندى معاه بتحطها بليس، تحرك ممتاز، مرفوعه تاني في مركز اثنين بتحط ولكن تمركز هايل من مايا، مرفوعه من ليلى، عديها سهله العليمي، ترجع تاني تشانس بول، يا سلام بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا وسام يا جوهري؟ بتعمل ايه الكره تشانس بول سهله ولكن اعتمدوا كده على بعض وفي الاخير جت في ايد وسام جهري وخارج الملعب، والنقطة التامنة لصالح منتخبنا المصري. 8 مصر 4 الجزائر. ضغط بالإرسال بتقوم بيه مايا ممدوح إسماعيل. مايا. إرسال قصير إيس قصير مكير بذكاء بتحط إرسال بمكر مايا ممدوح إسماعيل. إرسال سبايك فلوتر كده قصير. خلف الشبكة بينزل يتهادى داخل ملعب المنتخب الجزائري. 9-4 تقدم الأفضلية مصرية. الفارق 5 نقاط. إرسال مع مايا ممدوح مرة تانية. سال استقبال مليسة. إعداد في مركز اثنين، حطها سهلة شانس بول. استقبال من نادى معوض، مرفوعة في مركز ثلاثة، صاروخ.
صاروخ يا داليا يا مرشدي، صاروخ يا داليا، تطلع تاخد كره سريعه معده باتقان من ليلى محفوظ وبتطلع تضرب كره صاروخيه داخل ملعب المنتخب الجزائري اللي يتقدم منتخب مصر 10-4، 10-4 تقدم الافضليه المصريه حتى الان، فارق 6 نقاط على المنتخب الجزائري في الشوط الثالث، ولكن التعادل في الاشواط بشوط مقابل شوط. تايم اوت طلب المدير الفني لمنتخب الجزائر وانتهى. طبعا الفارق اصبح 6 نقاط، فتره التايم اوت بيحاول يوقف بقى الهجوم المصري والاكتساح المصري في الشوط الثالث. ارسال مع مايا ممدوح مره رابعه او خامسه. ارسال سبايك فلوتر موجه سريع، استقبال على الشبكه، ترجع تحطها تحط، لكن دفاعات ممتازه من ميليسا مرفوعه ثاني في مركز 4، بتحط بريس الايد، هتصدق قوي جدا جدا. ليلى محفوظ وداليا المرشدي وقفت في الهواء كده، قالت لها تعالي بقى، راح فين؟ وخالد حائط صد ولا اروع داخل ملعب المنتخب الجزائري. هيحصل تغيير اكيد، اعتقد هيحصل تغيير، حصل فعلا تغيير. نزلت رقم 13 من المنتخب الجزائري راضيه بلحسن، راضيه بلحسن نزلت مكان مرجان اوضاعي. ارسال ما زال مع مايا ممدوح. ارسال سريع ولكن خارج الملعب. نزلت مي غزال في مركز 3 مكان داليا المرشدي. بيدفع بيها احمد فتحي المدير الفني لمنتخب مصر، بيجرب بقى كده وبيعطي الفرص. مي مع محمود غزال لعيبه النادي الاهلي، اللاعيبه الناشئه، احد لاعبات المنتخب المصري للناشئات. دلوقتي بقى بتلعب في الدرجه الاولى، وارسال وكره استقبال مظبوط، وليلى محفوظ بتلف بريست ايدها وبتحط الكره القاتله داخل ملعب المنتخب الجزائري. تاخد بيها النقطة رقم 12 لصالح منتخب مصر. مباراة تقام على صالة مدينة صالة الشباب الرياضة بمدينة 6 أكتوبر. إرسال مع منتخب مصر، إرسال ومعدي الشبكة، خطأ في الاستقبال، إرسال قوي من زينة. زينة العليمي تلعب إرسال قوي جدا، حاول معاها وتستقبلها ولكن خارج الملعب. زينة تامر العليمي لاعبة النادي الأهلي بتلعب إرسال قوي. حاول معاه لاعيبه المنتخب الجزائري ولكن في ايدها وخارج الملعب. ارسال استقبال تاني مظبوط، مرفوعه في مركز 2، حط عيشه حاله تغطيه، يعتمد على بعض بقى ليلى محفوظ ومي غزال، ما لحقتش تطلع حاله صد، وليلى محفوظ اعتقد انها هتجيبها، وفي الاخير نقطه لصالح المنتخب الجزائري 6-13. ارسال في الشبكه، ارسال سبايك من رقم 14 بخته رابح مزاري، وفي الشبكة ونقطة لصالح منتخبنا المصري، و14 مصر 6 الجزائر. إرسال منتخبنا المصري، مي غزال إس 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 بعد إرسال قوي مؤثر بذكاء، بتيجي في منتصف، ما بيجي في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. إرسال مرة تانية مع مي غزال، مي محمود غزال. ارسال مي، استقبال مراضي بامتياز، مرفوعة بمركز 4، ضرب ساحة قوي في حوادث الصد، فين؟ حطيتها بذكاء، بذكاء وبتحكم وبرؤية من أعلى حوادث الصد رقم 11 ياسمن عبد الرحيم، بتحط كرة من أعلى حوادث الصد برس الإيد في المكان الفاضي في منتصف ملعب المنتخب المصري. ارسال مع عائشة، عائشة ارسال خارج الملعب من عائشة، ارسال موجه كده عند ندى معوض، بتحاول ترجعها كده عشان ندى معوض في المنطقه الاماميه تشغيلها في الاستقبال، ولكن خارج الحد الجانبي لملعب المنتخب المصري. قلت لحضراتكم بيلعب بهدير محمد رقم 20 في الدفاعات، وفي الاستقبال بيلعب بايس النديم. ارسال ليلى محفوظ، استقبال اعداد في مركز 4، تضرب بقوه تاني، حائط صد قوي، حائط صد قوي. مايا ممدوح، مايا ممدوح النهارده عامله عقد مع حوائط الصد، حائط الصد السادس ليها في هذا اللقاء. ارسال ليلى محفوظ، ارسال سبايك فلوتر موجه، استقبال متوسط، اعداد من ميليسا مرفوعه تاني في مركز 4، بريست الايد بتحطها، بتلمها ليلى محفوظ،
اعداد من هدير او من ايسل. هدير تضرب بقوه، ندى معوض بتلف باللاين على وتاخد النقطه لصالح المنتخب المصري ليتقدم 18-7. بيطلب تايم اوت سليم عاشوري، سليم عاشوري المدير الفني للمنتخب الجزائري، وبيشرح بقى يعني ندى معوض بتطلع تضرب ريس ايد، حوات الصد تطلع والديفنس يتمركز في المكان المظبوط. هتلاقي الكره سهله، ولكن سهله امام مين؟ ندى معوض لاعبتنا المصريه القويه في مركز اربعه المحترفه في نادي لوجانو بسويسرا كاول لاعبه مصريه تحترف في اوروبا. عندنا لاعبات بيلعبنا في الدوري الامريكي للجامعات، ولكن ندى معوض اول لاعبه محترفه بمعنى كلمه محترفه. انتهى التايم اوت. ولانا محفوظ على ارسال، مازال التقدم مصري، ارسال قصير اتحركت بامتياز، ترجع تاني بتلمان على معوض، اعداد من ليلى سريع بتضرب بقوه، تحرك هايل من ميليسا مرفوعه تاني في مركز واحد، تضرب بريست الايد، دفاعات هايله من ليلى محفوظ، اعداد من هدير، فين يا هدير؟ بتضرب بقوه مايا، تضرب بقوه مايا في حوائط الصد بذكاء، تضرب في حوائط الصد بريست الايد وبتاخد النقطه رقم 19 لصالح منتخبنا المصري. 19-7 شوط اكتساح لصالح منتخبنا المصري. تألق منتخبنا المصري في الشوط الثالث. خرجت مايا ممدوح ونزلت عليا هاني مره ثانيه. ارسال ليلى، استقبال ميليسا مرفوعه تاني في مركز اربعه، تعديها شانس بول سهله سهله، طلعت تصد جت في ايدها فرحه عباس تاني علياء صاروخ، دفاعات خارج الملعب، دفاعات خارج الملعب في المدرجات، كرة قويه جدا من علياء بايدها اليسرى بتطلع تضرب من جنب حوائط الصد بقوه في الزاويه القصيره، بتحاول معاها لعبه مركز اثنين في المنتخب الجزائري في ايدها وخارج الملعب. 20-7 التقدم والافضليه مصريه. سالو صيه استقبال، اعداد في مركز اربعه، بتحط بريس الايد، بتيجي في حوائط الصد عليها هاني وبتعكس الكره وبتنزل داخل ملعب منتخبنا المصري. 8 الجزائر 20 مصر في احداث الشوط الثالث. ارسال يعود مع رقم 13 راديه بلحسن، استقبال ايسا مرفوعه تاني في مركز اثنين، نادى بتحطها سهل، ارياها وسام مرفوعه تاني في مركز ثلاثه، تضرب بقوه، دفاعات ممتازه من ايسا مرفوعه تاني من ليلى محفوظ، عكس لعب هاي بتضرب بقوه بقوه بقوه، نادى معوض قول بقوه زي ما انت عايز تقول، بتضرب بقوه في المكان الفاضي في اقصى الزاويه الطويله داخل ملعب المنتخب الجزائري. تقدم مصر 21-8. ارسال ندى معوض، ارسال سبايك فلوتر قصير، استقبال من بشار مرفوعه تاني في مركز اثنين، بتضرب بقوه رقم 11 ياسمن عبد الرحيم، بتلف على اللاين بتضرب كره صاروخيه على اللاين داخل ملعب منتخبنا المصري، وتعود ياسمن مره ثانيه على الارسال. وتسع الجزائر 21 مصر. ارسال ياسمن، ارسال سبايك، استقبال ندى متوسط مرفوعه من ايسا مرفوعه ثاني، بتضرب تمركز هايل من ياسمين مرفوعه في مركز ثلاثة، صاروخ هتصد تقليه ممتاز، ترجع ثاني بتسقطها لكن انت بتلمها، تاخدها مباشره ثاني خارج الملعب، بتاخدها مباشره لاعبه مركز ثلاثة في المنتخب الجزائري رقم 10 امينه جوهري، ولكن خارج الملعب والنقطه رقم 22 لصالح منتخبنا المصري. ترجع ثاني مي غزال ارض الملعب وبتخرج ايس النديم. ارسال مع فرحه عباس، فرحه عباس ارسال، سلس باك فلوتر، استقبال ممتاز مرفوعه في مركز اثنين، تضرب بقوه حوائط الصد مركز هايل من ليلى محفوظ، مرفوعه تاني في مركز اثنين علياء بتضرب ريس الايد في حوائط الصد اختها ممتاز، تاني مرفوعه في مركز سته صاروخ، ولكن فين صاروخ؟ ولكن خارج الملعب، صاروخ من ندى معوض ولكن خارج الحد النهائي لملعب المنتخب الجزائري، والنقطه العاشره لصالح المنتخب الجزائري 10-22 10-22. ارسال مع المنتخب الجزائري، ارسال مع امينه جوهري، امينه رقم 10، ارسال استقبال زينه،
مرفوعه في مركز اربعه، وزينه بتضرب بقوه. يا زينه، زينه بتضرب بقوه على اللاين، بين حائط الصد في المكان الفاضي بين مركز واحد وسته، والنقطه رقم 23 لصالح منتخبنا المصري. تغيير، هتخرج ليلى محفوظ وتنزل دانا شوقي. ارسال ليلى مع لعلياء هاني، ارسال استقبال مليسة، مرفوعه تاني في مركز اربعه، حط فين تضرب بقوه، دفاعات مركز هايل من زين، لمس الشبكه، لمس الشبكه على دانا شوقي ومي محمود غزال. كره سهله كانت خارج الملعب، وبتحط بريس الايد كده، تمركز هايل من ندى معوض، ولكن لمس شبكه على مي غزال ودانا شوقي. ارسال يعود مع رقم سته وسام جوهري، استقبال ندى، مرفوعه تاني، حط بليس ارياها وبترجع تاني، مرفوعه في مركز اربعه، بتحط بريس الايد، تمركز هايل من علياء، مرفوعه تاني في مركز سته، ندى معوض، حط بريس الايد، تخدع حوائط الصد، وكره محموله تيجي في ايد عائشه من اعلى الحفر العليا للشبكه، بتنزل بتحاول معاه، ولكن ريست ايريا كان مفتوح، ونقطه لصالح منتخبنا المصري 24-11 وسيت بوينت. نقطه الشوط الثالث، ارسال مع زينه، زينه تامر، زينه تامر، ارسال، تلعب ارسال قصير كده قصير مكين، ولكن ما خدمهاش، وجه في الحفل العليا للشبكه ورجع الثاني ملعب المنتخب المصري. ارسال ينتقل الى المنتخب الجزائري، و12 24 والارسال مع بخته، بخته رابح، استقبال زينه نموذجي، مرفوعه في مركز اربعه، ضرب صح قوي، دفاعات ممتازه، مرفوعه ثاني في مركز اربعه، بتضرب بقوه ياسمن صاروخه، صاروخ بتضرب ياسمن من مركز اربعه، بتيجي في ايد الندى معوض وخارج الملعب، والنقطة رقم 13 لصالح المنتخب الجزائري 13-24. إرسال ما زال مع بختة، إرسال سبايك بختة في الشبكة، وبتنهي بيه الشوط الثالث لصالح منتخبنا المصري 25-13، ليتقدم ويفوز بشوطين مقابل شوط على المنتخب الجزائري في المباراة الودية التجهيزية لبطولة استعدادا لبطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية الشهر القادم. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين، وعودة مع بداية الشوط الرابع. عودة مرة تانية أعزائي المشاهدين لأحداث اللقاء، في انتظار انتهاء الراحة البيانية بين الشوط الثاني والثالث والرابع، التقدم بشوطين لصالح المنتخب المصري على منتخب الجزائر في المباراة الثانية. قلت لحضراتكم في بداية اللقاء، منتخب الجزائري الشقيق رجال وسيدات بيقوم بمعسكر تدريبي مع منتخبنا المصري للرجال وسيدات استعدادا لبطولة البحر الأبيض المتوسط. قبل هذا اللقاء نجح منتخبنا المصري للرجال في الفوز بنتيجة 3-1 على المنتخب الجزائري. هنتابع ونشوف بقى منتخب السيدات هينجح بالفوز بالشوط الرابع واللقاء، ولا المنتخب الجزائري هتعادل مثلما حدث بالأمس وتعادل الفريقان في الأشواط 2-2.
ادي بقى اعضاء الجهاز الفني او اعضاء مجلس اداره الاتحاد الجزائري والاتحاد المصري المقصوره بيتابعوا هذا اللقاء توأمة بين الاتحادين الجزائري والمصري، وده نتمناه الاتحادات العربيه تبادل مشترك ومباريات وديه استعدادا للبطولات الكبرى. ودائما مصر سباقة في استضافة أشقائها العرب. الإرسال مع منتخب الجزائر، تشكيل منتخبنا المصري رجع تاني بدانا شوقي، ندى معوض، بدأ مي محمود غزال 25، المرشدي رجع بيها تاني، زينة تامر وعلياء هاني. ادي كابتن احمد فتحي بيتكلم بقى مع ليبرو المنتخب المصري. مريم مصطفى، ونقطة لصالح المنتخب المصري، نقطة أولى مصرية بعد إرسال خاطئ من المنتخب الجزائري. إرسال مرة تانية مع دانا شوقي. دانا سال قصير مكير، استقبال ضعيف، ترجع تاني تعديها سهلة عشان تبول هدير، استقبال مفوعة، صاروخ صاروخ يا غزال، صاروخ يا مي يا محمود يا غزال. اعداد اكثر من ممتاز من دانا شوقي لمي محمود غزال، طلعت زي الصقر وضربت كرة صاروخية داخل ملعب المنتخب الجزائري. تقدم المنتخب المصري مع بداية الشوط الرابع بنقطتين مقابل لا شيء. ارسال مرة تانية مع الجزائر، مع مصر عفوا. ارسال دانا، استقبال مليسة مرفوعة تاني تحطها سهلة، وحشة وحشة مرفوعة من مرجان أوداي، وخطأ كده لأن الاستقبال كان سريع، حاولت كده تعلقها ولكن مفيش ربط بينها وبين منتصف الملعب في منتخب الجزائر. والنقطة الثالثة لصالح منتخبنا المصري. إرسال مع دانا مرة تانية، دانا شوقي بتلعب إرسالات دانا. إرسال دانا مرة تانية، استقبال، اعداد في مركز الاثنين تضرب بقوه، حاط صدمه يا محمود غزال، وندى معوض لمها، ندى مرفوع عكس لعب هايل، صاروخ صاروخ يا مايا، مايا ممدوح اسماعيل بتطلع تضرب صاروخ من مركز اثنين على اللاين داخل ملعب المنتخب الجزائري، لا تتقدم المنتخب المصري باربع نقاط مقابل لا شيء. ارسال مره ثانيه مع دانا، دانا شوقي. ارسال دانا شوقي، سال قصير، استقبال ممتاز، مرفوعه في مركز اربعه، هتصد فين؟ بتيجي في مي محمود غزال وبتيجي في ايدها وبتنزل داخل ملعب المنتخب المصري. نقطة أولى لصالح المنتخب الجزائري في الشوط الرابع لتصبح نتيجة 1 الجزائر 4 مصر. وينتقل إرسال لمنتخب الجزائر. سال سبايك، استقبال هدي ايسر، تاني صاروخ 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 تاني، صاروخ تاني من مي محمود غزال، بتلف بريست ايدها وبتاخد كرة قوية في مركز واحد داخل ملعب المنتخب الجزائري. 5 مصر 1 الجزائر. وادي ايس الهديل بتضحك كده مع ندى وليد علي، استقبال ضرب صحة قوي، دفاعات ولكن فين هدير مثبتة رجلها في الارض، و كرة كده بتنزل تتهادى داخل ملعب المنتخب المصري لان رجليها كده كانت واقفة على كعب رجليها، فطبعا على ما تتحرك كانت الكرة نزلت، ونقطة لصالح المنتخب الجزائري. المفروض اللاعب الكرة الطايرة يقف على مشط رجليه ومستعد ان الكرة تيجي عنده في جزء من الثانية، جزء من الثانية ايه؟ في جزء من الفندو ثانية. ارسال مع منتخب الجزائر، استقبال ايسن مرفوعة من دانا عكس لعب هايل، صاروخ تاني من مايا لكن دفاعات ممتازة المرة دي، مرفوعة تاني تعديها تشانس بول، سيبيها مي ماير سابتها، واستقبال مرفوعة في مركز أربعة، صاروخ العالمي زينة تامر بتطلع تضرب صاروخ في الزاوية من مركز أربعة بين حائط الصد في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. بدأ المنتخب المصري ينوع لعبه وبدأ
يستخدم اطراف الملعب الجناح الايسر والايمن ومنتصف الشبكه بكل اتقان باتقان. ارسال مي محمود غزال. استقبال اعداد في مركز ثلاثه تضرب بقوه حائط صد ترجع ثاني بتلمها مرفوعه ثاني في مركز اربعه. حائط صد فين موجوده؟ مش موجوده. دفاعات موجوده من مي محمود غزال مرفوعه ثاني. دانا شوقي بتضرب العليمي بريست الايد. يا سلام يا سلام يا سلام يا زينه يا سلام يا زينه على العقل، يا سلام على المهاره، يا سلام على التحكم، يا سلام على الرؤيه. وزي ما انت عايز تقول قول، بتحط بريست ايدها من اعلى حوائط الصد في مكان قاتل في مركز واحد في المكان الفاضي داخل ملعب المنتخب الجزائري. صوتنا عالي مع اداء ومتعه اداء الكره الطايره من منتخبنا المصري. ارسال كره مسقطه، ارسال تاني، استقبال تاني مرفوعه في مركز سته. ندى معوض بتضرب بقوه لكن فين؟ انسايد انسايد، لمست الخط. حط بريست الايد في المكان الفاضي وبتلمس اللاين. وقلت لحضراتكم قبل كده تكرارا ومرارا، الخطوط من داخل الملعب، الخطوط من داخل الملعب، اي لمسه للخط للكره، الكره من داخل الملعب. الخط من داخل الملعب. تايم اوت طلب المدير الفني لمنتخب الجزائر سليم عاشوري. طبعا التقدم الافضليه المصريه بفارق 6 نقاط 8-2. اضطرت التايم اوت الاول دي. انتهى التايم اوت ولاعبي لاعبات المنتخبين يعودن مره ثانيه لارض الملعب لاستئناف الشوط الرابع. ارسال مع مي غزال. استقبال ممتاز من ياسمن مرفوعه في مركز اثنين. حط ريس الايد، تحرك هايل من نادى معوض. اعداد دانا وضرب صح قوي جدا جدا جدا. دلع المرشدين تخطف كره صاروخيه متقنه باعداد متقن من دانا شوقي، بتطلع تضرب صاروخ داخل ملعب المنتخب الجزائري. 9-2 تألق واضح لمنتخبنا المصري في هذا اللقاء على المنتخب الجزائري بعد ما بالأمس طبعا درس الأخطاء كابتن أحمد فتحي ودرس قوة ونقاط ضعف المنتخب الجزائري، والنهاردة بيقدم مستوى متميز. كرة من ياسمن عبد الرحيم ولكن في الشبكة ونقطة لصالح منتخبنا المصري ليستمر في الضغط والتفوق على المنتخب الجزائري. 10-2 ارسال مرة تانية مع منتخب مصر. ارسال مي غزال. استقبال اعداد في مركز اربعة. ياسمن تاني بتضرب بقوة، دفاعات ممتازة وتمركز هايل. مرفوعة تاني في مركز اربعة، صاروخ يا عليمي لكن حائط صد. صاروخ يا عليمي وتامر زينة تامر ولكن حائط صد، واقف لها بالمرصاد وبتضحك لان الكرة كانت خارج الملعب ولكن جه في كتفها كده حائط الصد وخارج الملعب، وعشان كده بتضحك زينة تامر. لا كانت ضربة كرة قوية جدا جدا. 13 ارسال من رقم 17 من المنتخب الجزائري ولكن خارج الملعب، والنقطة لصالح منتخبنا المصري. حداشر مصر 3 الجزائر. ارسال مع ليلى محفوظ. خرج دانا نزل ليلى. ارسال استقبال ومرفوعه في مركز اربعه، ضرب صحك وحائط صد لكن فين يا علياء؟ علياء هاني ايدها مش خارج، مش مكفيه كده داخل ملعب المنتخب الجزائري. الكره جت في ايدها في الشبكه ونزلت داخل ملعب منتخبنا المصري. المفروض حائط الصد اطلع كده واشد ايدي واوجهها داخل ملعب الفريق المنافس. ارسال يعود مره ثانيه مع ياسمن عبد الرحيم. ياسمن استقبال ايسر. اعداد من ليلى، هتعديها سياره شانس بول، شانس بول فعلا. استقبال مرفوعه ثاني في مركز اثنين، حائط صد تغطيه ممتازه. اعداد ثاني في مركز سته، تحط بريست الايد ياسمن. دفاعات ممتازه من ليلى ولكن فين يا ليلى؟ فين يا ليلى؟ كره كانت قويه ولكن تمركز مع جامب كده في الدفاعات وفي الاخير خارج الملعب، ونقطه لصالح منتخب الجزائر. 5-11 ارسال مع ياسمن عبد الرحيم. مازال ياسمن عبد الرحيم. استقبال اعداد في مركز ثلاثة، بتضرب تاني بقوه، دفاعات المره دي ممتازه. مرفوعه تاني في مركز ستة، بريست الايد بتحطها خارج الملعب. خارج الملعب من ياسمن، طبعا زعلانه لان حبت تحط كره كده في اقصى الزاويه الطويله داخل ملعب في مركز واحد، ولكن فتحت ريست ايدها اكثر من لازم وفي الاخير نقطه لصالح منتخبنا المصري. نزل بقى كابتن الفريق
نهله سامح وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخبنا المصري على الارسال. بيدفع بيها احمد فتحي على الارسال وفي المنطقه الخلفيه مكان مين؟ مكان زينه تامر. ارسال نهله سامح. استقبال ممتاز مرفوعه في مركز اتنين تضرب بقوه دفاعات ولكن خارج الملعب. دفاعات بتيجي في علياء هاني لمست كده كتفها وهي خارجه خارج الملعب ونقطه لصالح المنتخب الجزائري. 6 الجزائر 12 مصر. فريق بعد ما كان اصبح 8 نقاط اصبح الان 6 نقاط ولكن الادفانتج والهجوم مع منتخبنا المصري. ارسال الجزائر. امينه. استقبال ندى. مرفوعه في مركز 4 بتضرب بقوه صاروخ دفاعات ممتازه. لحقتها ما لحقتهاش. دفاعات ممتازه ولكن من قوه الكره ندى بتضرب صواريخ من مركز 4. جت في ايد أمينة وخارج الملعب والنقطة لصالح منتخبنا المصري. 13-6. بيدفع أحمد فتحي بندى وليد حسن وخرج مي محمود غزال. ندى وليد حسن. لأن عندنا ندى وليد علي ليبرو. إرسال المرشدي داليا مرفوعة تاني بليس أرياها وبتحرك بامتياز نهلة سامح وتاني علياء صاروخ يا علياء. صاروخ يا علياء بيدها اليسرى. بتضرب كرة قوية صاروخية في الزاوية القصيرة داخل ملعب منتخب الجزائر. يتقدم المنتخب المصري للنقطة رقم 14-6 ويعود فرق النقاط مرة تانية لثمان نقاط. إرسال مرشدي. استقبال ياسمين مرفوعة في مركز 2 حائط صد فين؟ موجود لكن تغطية تاني موجودة. مرفوعة تاني في مركز 4 بتضرب بقوة حائط صد تاني لكن تغطية ولا أروع. مرفوعة تاني في مركز 6 بريسي تحطها حائط وحشة 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 يا ياسمين وحشة يا ياسمين. حبت تحط بقى كوبا بس ايد كده قصيرة مكيلة ولكن في الشبكة يا ياسمين في الشبكة. والنقطة رقم 15 لصالح المنتخب المصري. داليا مرشدة على الإرسال ما زالت. إرسال استقبال ياسمين فالشبكة تداخل تداخل ولكن حكمة اللقاء بتعديها. نقطة لصالح منتخبنا المصري. كانت ممكن تحسبها على لاعيبة منتخبنا المصري من النادي وليد حسن لأنها الكرة الثانية وحطت إيدها معاها ولكن اعتبرت إن معدة المنتخب الجزائري كانت بتعدي الكرة. اعتبرتها حائط صد يمشي الكلام. إرسال مع داليا المرشدي. 16-6 استقبال ياسمين. إعداد أوداي مرفوعة تاني بتحط بريس الإيد تمركز هايل نهلة سامح. إعداد ليلى محفوظ سريع بتضرب بقوة دفاعات ممتازة. تاني في مركز 4 بتضرب بقوة حائط صد فين؟ نهلة سامح تمركز وأكثر من رائع. مرفوعة تاني المرشدي تعديها سهلة ندى وليد. استقبال مرفوعة تاني في مركز 1 عديها سهلة. تمركز نهلة سامح تاني رالي ممتاز مرفوعة في مركز 4 ندى بتخلص. ندى ندى معوض بتضرب بقوة بقوة في حوائط الصد و تاخد النقطة الرالية الماراثونية لصالح منتخب مصر. 17-6 هتخرج ندى معوض وتنزل سابين حسن عابد. ارسال مع المرشدي داليا المرشدي مرة تانية ما زال. ارسال سبايك فلوتر موجه استقبال متوسط مرفوع في مركز 4 بتضرب بقوة حوائط الصد فين؟ دفاعات ولكن كانت سحبة جوه كده خطوتين ثلاثة. داليا المرشدي كانت سحبة كده ورا حوائط الصد خطوة اتنين جت في ايدها الشمال العليا وخرجت خارج الملعب. اللاعب يطلع كده بره الايد اليسرى لحوائط الصد اخر ايد اليسرى ويقف كده ومواجه للضرب في الزاوية. استقبال سابين خطأ يا سابين. استقبال من سابين ارسال قصير مكير بذكاء وسابين بتيجي بايدها وبتخرج خارج الملعب. وثمانية الجزائر 17 مصر. ارسال مرة تانية. مرجان ارسال خارج الملعب. نهلة سامح بخبرة وبذكاء تمشي مع الكرة كده لحد ما تسلمها خارج الملعب ونقطة لصالح المنتخب المصري. تنزل هدير محمد وتخرج ايس النديم. ارسال علي هاني استقبال امتياز مرفوعة تاني في مركز 4 حوائط الصد فين؟ موجودة لكن تمركز هايل تغطية ممتازة. مرفوعة تاني مع الشبك حط بريس الإيد حائط صد تاني تغطية ولا أروع. مرفوعة تاني في مركز 4 بتضرب بقوة لكن فين؟ خارج الملعب. تضرب بقوة خارج الملعب بليسا ونقطة لصالح المنتخب المصري 19-8. وده أحمد فتحي بيتكلم مع ليلى محفوظ على مكان الإعداد القادم. إرسال مع علياء هاني. علياء
سن قصير بتخدمه تخدمها عفوا ترجع تاني مرفوعه في مركز اربعه بتضرب حط سطر تبقى ممتازه مرفوعه تاني في مركز اثنين ولسه الايد موجود اعتمدوا على بعض اعتمدوا على بعض ليلى نهله سامح وهدير محمد اعتمدوا على بعض وبصوا لبعض كده وسابوا الكره تنزل داخل ملعب منتخبنا المصري 9-19 10 نقاط فرق بالتمام والكمال والارسال مع رقم 7 اميره بشار اميره بشار استقبال سابين امتياز ليلى محفوظ دفاعات والاروع من اميره مرفوعه تاني سريعه بتضرب بقوه رقم 4 من منتخب الجزائر ياسمين ابراهيمي تضرب وبتاخد كره بتلفها برست الايد في مركز واحد داخل ملعب منتخبنا المصري وبدا احمد فتحي يطلب تايم اوت لان السكور بدا يقل الفارق اصبح 9 نقاط بعد ما كان وصل ل 12 نقطه فرق فالفارق بدا يقل 10-19 ارسال مع الجزائر مره ثانيه استقبال نهله سامح تحطها ثاني لاله محفوظ لكن ارياها هو مستنياها مرفوعه ثاني في مركز اثنين هتصد فين موجود لكن دفاعات ثاني موجوده تحطها مباشره يا سلام كره على الشبكه تعكسها بريست ايدها في المكان الفاضي في مركز اثنين والنقطه لصالح المنتخب الجزائري 11-19 فارق اصبح 8 نقاط والارسال ما زال مع اميره بشار اميره ارسال سبايك فلوتر استقبال نهله سامح اعداد في مركز ثلاثه صاروخ لكن فين خارج الملعب من ندى وليد حسن ونقطه خارج ضرب ساحق خارج الملعب والنقطه لصالح المنتخب الجزائري 12-19 ارسال ما زال مع اميره بشار ارسال سبايك فلوتر موجه استقبال نهله سامح امتياز مرفوعه في مركز ثلاثه صاروخ ثاني خارج الملعب والاخطاء كترت في هذه الفتره من لاعبات منتخبنا المصري 13-19 خرج ندى وليد حسن ورجع تاني مي محمود غزال خرج ندى وليد ورجع تاني مي محمود غزال احمد فتحي المدير الفني للمنتخب المصري ارسال مع اميره بشار مره تانيه ارسال خارج الملعب و20 مصر 13 الجزائر ينتقل ارسال مرة تانية مع سابين حسن عابد سالزباك فلوتر سابين ارسالاتها سريعة مؤثرة استقبال متوسط مرفوعة في مركز اربعة فين ياسمين بتضرب بقوة بتيجي في سابين وخارج الملعب بتضرب بقوة ياسمين عبد الرحيم تضرب بقوة من مركز اربعة تيجي في ايد سابين وحوات الصد وفي سابين في المنطقة في مركز ستة وخارج الملعب والنقطة رقم 13 لصالح المنتخب الجزائري 13-20 ارسال يعود مع مره ثانيه مع ياسمين ابراهيمي استقبال خطا وصاروخ استقبال من ايس النديم على الشبكه جت لامينه جهري هديه وطلعت ضربت صاروخ لحضراتكم الكرات دي بتبقى هدايا ارسال ياسمين استقبال ايس المرادي مظبوط مرفوعه سريعه تحط باي غزال تحرك ممتاز من ياسمين مرفوعه تاني في مركز سته تحط بريست الايد قوه دفاعات ممتازه مرفوعه تاني علياء بتضرب بقوه هتصد تغطيه موجوده والرالي ممتع مرفوعه تاني في مركز اربعه تعديها سهله نهله سامح ترجع تاني على الشبكه بتلمها نهله مرفوعه تاني سريعه باي غزال بتحطها لك انت تحرك بامتياز مرفوعه تاني في مركز اربعه بليس تحرك من نهله سامح وليلى محمود تعديها ايسل واستقبال منتخب الجزائر مرفوعه تاني في مركز اربعه وبتضرب وضرب صحك دفاعات ممتازه من ايس النديم تاني سابين تعديها سهله نهله سامح استقبال الجزائر مرفوعه في مركز اربعه حائط صد بقى موجود لا مش موجود والدفاعات مش موجوده حائط صد مش موجود والدفاعات مش موجوده والنقطه لصالح المنتخب الجزائري 16-20 والمنتخب الجزائري بيقرب من بعيد 16-20 الفارق اصبح 4 نقاط في احداث الشوط الرابع ارسال ما زال مع ياسمين ابراهيمي ياسمين ابراهيمي بتلعب ارسال موجه في مركز خمسه عند النهله سامح
ولكن خارج الملعب، ونقطة لصالح المنتخب المصري 21-16. خمس نقاط فرق. إرسال منتخبنا المصري، مي غزال، استقبال ممتاز، مرفوعة في مركز اتنين في حوائط الصد، خارج الملعب، خارج الملعب من ميليسا سولمي، تضرب من مركز اتنين في الزاوية القصيرة أو الزاوية الحادة، ولكن خارج الملعب. نقطة لصالح المنتخب المصري 22-16. إرسال مي غزال، سال مي غزال مرة تانية، سال سبايك فلوتر موجه، استقبال متوسط مرفوعة بتلحقها، تعديها تشانس بول ياسمن، استقبال من مي غزال، المفروض سابين تاخدها لكن مرفوعة تاني مركز ثلاثة، ضرب صح قوي جدا داليا المرشدي، تقع في الهواء زي الغزال وتلف بريست ايدها وتضرب كرة صاروخية داخل ملعب المنتخب الجزائري 23-16. أصبح الفارق تاني 7 نقاط بعد ما كان وصل 4 نقاط فرق. نجح منتخبنا المصري في الضغط مرة تانية وزود الفارق ل7 نقاط. إرسال مي غزال، مي محمود، إرسال، استقبال إس 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 بعد خطأ في الاستقبال من ياسمن عبد الرحيم، إنها استقبلت وهي بتتحرك ما سبتتش حركة مع حركة تطلع الكرة زي ما قلت لحضراتكم كده، المفروض اللعيب يوصل يتحرك يثبت يستقبل. 24 وماتش بوينت، ارسال او سيت بوينت، تاخدها تاني مباشر، لا تستقبلها مرفوعه تاني مركز، تخلصها بقى، تخلصها بصاروخ، تخلصها بصاروخ المرشدي، تستقبل الكره وتعلقها لها ليلى محفوظ وتطلع تضرب صاروخ تنهي بيه الشوط الرابع لصالح منتخبنا المصري ليتقدم على منتخب الجزائر ب3 أشواط مقابل لا شيء، ليفوز منتخبنا المصري بتاني لقاءات ودية على المنتخب الجزائري الشقيق ب3 أشواط مقابل شيء. استمتعنا مع بعض أعزائي المشاهدين بهذا اللقاء القوى المرتقب والمثير بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. كان معكم معلقكم الرياضي عمرو الأشقر، إلى أن نلتقي في مباراة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.